يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. هذه الآيات من سورة الأحقاف، ربنا سبحانه وتعالى في الأول بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: واذكر أخا عاد، يعني أذكر لقومك قصة قوم عاد وقصة أخي عاد، وهو نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، وهو هود عليه السلام. لما جاء قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فقال له: اذكر، أي ذكرا حسنا، ومجد وعظم أخا عاد إذ أنذر قومه، قوم هود أنذرهم بالأحقاف. الأحقاف هو جمع حقف، وهو الجبل من الرملة، والجبل بتاعه ده كان في اليمن. فهود عليه السلام أرسل إلى قومه عاد وكانوا في اليمن بيسكنوا على جبال الرمل في منطقة حضرموت. واذكر أخا عاد، ولماذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اذكر أخا عاد؟ ليه يعني؟ ما هي الفائدة من قصتي أو من حكاية قصتي هود عليه السلام وقوم عاد؟ الفائدة منها التسمية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي له قصص للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة دي، لأمة محمد، بيحكي قصص في القرآن لأنه القصص دي فيها فائدة لك أنت. القصة دي ما بيحكوها فقط لمجرد الحكاية، لا، عشان كده ربنا قال في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يعني القصة دي فيها فائدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قوم كذبوه ورفضوا رسالته، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. تفجر لنا من الأرض ينبوع، ينبوع بتاع موية، المياه اللي بتطلع من الأرض من جوا من جوف الأرض بتسمى بالينابيع. قالوا: لا، ما بنؤمن لك أو ما بنؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. يعني أنت لو ما بقيت غنيان لدرجة أنه عندك جنة بستان عظيم، والبستان ده
تشق البستان بالأنهار، تفجر الأنهار، يعني خلال البستان بتاعك تفجير بستان، حديقة غناء فيها المياه جوا والأنهار، لو ما عملت زي ده مظلوم لك. قالوا أو يكون لك بيت من زخرف، والزخرف هو الذهب، تبني بيت من ذهب، مش بيت بتاع طين ولا بيت بتاع قش ولا بيت بتاع خيمة، لا، بيت يكون من ذهب. أها. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، تطلع السماء فوق يا ناس. ها؟ قالوا لو أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، لو طلعت السماء ما بنؤمن لك برضو. شفت العناد ده كيف؟ قالوا لو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تجد لنا كتاب نقرأه، ولو جاب لهم كتاب. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه الكتاب القرآن، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أولم يكفهم، ما كفاية أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قالوا لو إلا تنزل كتاب نقرأه، ولو من الكتاب جاءهم كفروا به. كويس، لأنهم دي الناس مسخوطين وما دار يؤمنوا، والطلبات بتاعتهم القالوا دي ما طلبات لو لبيت لهم بيستجيبوا، لا، دي طلبات بتاعت عناد. تعرف العناد قوة الرأس، ديل مقويين رأسهم على الكفر بتاعهم، عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسليه ويطمنه، ديل ما بيؤمنوا. ربنا قال له ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزل لهم ملائكة من السماء وكلمهم الموتى، الموتى الناس اللي قبروا وعرفوا الحاصل جوا القبور في شنو، زول المات وسألوا الأسئلة وجاوب صح ولا جاوب غلط ومرق، قال لهم يا ناس أنا جوا سألوني بأسئلة القبر وجاوبت كده والحصل لي كده، كويس، برضو ما بيقتنعوا. قال وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، برضو ما بيؤمنوا بالله إلا ربنا كاتب له الهداية، ربنا بيهديه، لكن العنيد والراكب راسه ده ما بيؤمن بعدك. ربنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، فتحنا لهم باب قال للسماء، فظلوا فيه يعرجون، طلعوا فوق عديل، مش هم قال له أو تنزل علينا كتابا نقرأه أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف، الكلام بتاعهم التعنت ده كله. ربنا قال لو مش نزل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حاجات دي قالوها، لا، لو هم طلعوا، لو هم ذاتهم طلعوا فوق، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، طلعوا فوق السماء وشافوا بعينهم. أها، بقولوا شنو؟ بقولوا آمنا؟ لا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن خدعونا، سكروا لنا بصرنا، ده ما قادر، ما شايفين كويس، ده السماء ما ممكن، لا ما صح، كذب برضه. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لو طلعوا السماء فوق السماء بيجوا راجعين بيقولوا سحروا عيوننا، برضه كذب. عشان كده في نوعية زي دي من بني آدم ما بينفع فيهم أي شيء، ما بينفع فيهم، إنما الرسول ببلغ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قالت أمة منهم
لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، انت في ناس بتعذر نفسك معاونة امام الله بس والله، تبلغهم الحق معذرة إلى ربكم. يا الله بلغناهم كلمناهم وريناهم الحق، ده باطل وده حق. الله قال كده ده حق، والله قال كذا انه ده باطل، باطل ده ما بجوز. دعاء غير الله ما بجوز، تنده الفقراء ما بجوز، تمشي القبر بتاع الشيخ عشان تسأله من دون الله ما بجوز، تسف التراب بتاع الشيخ بركة ما بجوز، تحلف بالشيخ ما بجوز، تموت تقابل ربك وأنت مشرك بالله سبحانه وتعالى، تدخل جهنم صاغرا فيها خالدا مخلدا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى ما في مخرج ثاني كده بس جوا. بلغهم، لكن في ناس عنيدين عنيدين. عشان كده ربنا عشان يسلي النبي عليه الصلاة والسلام قال له واذكر أخا عاد، يعني أنت يا محمد ما براك الكذبوك وعاندوك ما براك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كنت بدعا من الرسل، أنا ما جيت بشريعة شاذة عن شريعة الرسل، ما كنت بدعا من الرسل. كويس؟ ايوه عاندوا ذلك. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليه القرآن ده ما كان ينزل على واحد ثاني عظيم من عظماء مكة ولا عظيم من عظماء الطائف؟ ليه ينزلوا له محمد؟ شوف الكلابات دي بيقولوا شيء، ها؟ يعني الرجل عظيم قالوا ما يتق، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عظيم من عظماء مكة ولا الطائف؟ ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله يختار ما يشاء، شكد ربنا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فشان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم قال له واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، هود عليه السلام أنذر قومه وتكلم معهم، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. في نذر تانين جو، في رسل تانين جو برضو كلموا أقوامه زي ما هود كلم قومه. هود قال لهم شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وده الكلام اللي ما بين الجماعة دين، انت قال شنو؟ كواريك وزعاج كلام فارغ، مالهم مشكلتهم شنو؟ ما بين الكلام اللي قاله هود عليه السلام ده ذاته، ده اللي ما بينه. قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، أنا قال لهم ببلغكم دين الله وبوريكم الحق من الباطل وما دار منكم حاجة، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، شوف الكلام ده سمح كيف بالله، كلام سمح بأبو ليه؟ ليه بأبو؟ أبو سفيان رضي الله عنه كان زمان مشرك، مشى لهراقل العظيم الروم، هراقل اللي سألوا قال له إلى ماذا يدعوكم محمد؟ بدعوكم لشنو؟ وكان صادق ما بيكذب رغم إنه مشرك. قال له يدعونا إلى أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الكلام ده سمح ولا ما سمح؟ قال ويدعونا إلى البر والصلة،
صلة الأرحام، ويدعونا إلى حسن الخلق، إلى مكارم الأخلاق، ويدعونا إلى الصلاة والصدقة. أسأل أسئلة كثيرة، سألوه في النهاية قال له: إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إلا محلنا قاعد ده محمد ده حيمسك محلنا قاعد ده. عشان كده يا اخوانا هود عليه السلام قال لهم: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. انت لما تستغفر ربك الله بيجيب لك رزق من فوق، ما تمشي للفقي داير رزق، الفقي ما عنده حاجة، عمك مسكين ما عنده أي شيء. والله أقول لك قولك، الفقي ده لو الرزق ده عنده بس داري يقسمه للناس تقسيم ما بيقدر. والله أسأبوك الشيخ بيقدر يوزع لنا الحاج يوسف الردمية، بس حاج يوسف الردمية فقط بيقدر يوزع لهم شاي الصباح، ده دار شاي الصباح بزلابيا، داك دار شاي الصباح بوسكويت، داك دار شاي الصباح بكيك، داك بيشرب شاي لبن، داك بيشرب معاه قهوة، داك بيشرب شاي سادة، ده بيقدر يوزع الشيخ بس توزيع فقط. يصحى من الصباح بدري بيقدر يوزع شاي لبن، امسك ناس شاي لبن يجيبوا صف بيقدر يوزع لهم، ما بيقدر يا اخي. عشان كده قال لهم: قلت استغفروا ربك، استغفروا ربك، استغفر ربك. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. شوف بعد الكلام السمح ده كله قالوا له شنو؟